تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء إلى الإمارات، وتصل إلى مطار الشارقة بالإمارات فجر غد الخميس استعدادا لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. وتتوجه البعثة فور وصولها إلى مدينة دبي للمكوث بها قبل التوجه إلى مدينة العين التي تحتضن مهرجان تكريم كابتن النادي الأهلي. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بك. أهلا بك يا آية، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. محمد، عايزين نعرف تفاصيل سفر رحلة الفريق إلى الإمارات. يمكن حسب الترتيبات اللي أعدها الجهاز الإداري والجهاز الفني خلال الساعات القادمة، تحدد في الساعة 10 من مساء اليوم تجمع كل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني وأعضاء الفريق في مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر في الطائرة التي ستخلع من مطار القاهرة في تمام الساعة 12 منتصف ليل وصباح الخميس استعدادا للسفر إلى إمارة الشارقة. يمكن طائرة الأهلي تصل إلى إمارة الشارقة ثم يستقل الفريق الحافلة التي تستغرق به مباشرة من الشارقة إلى دبي لتصل البعثة فجر يوم الخميس استعدادا لمباراة اعتزال حسام غالي بين مباراة الأهلي وأياكس الهولندي والتي مقرر إن شاء الله إقامتها مساء يوم الجمعة. يوم الخميس الفريق يقيم في إمارة دبي ثم يؤدي إحدى تدريباته في المساء، والسفر في اليوم الثاني يوم الجمعة يوم المباراة إلى مدينة العين عبر حافلة تتجه بها البعثة من دبي إلى العين لمدة حوالي ساعة أو 10 دقائق، ثم يخوض الفريق ويعود بعد المباراة مباشرة من العين إلى دبي استعدادا للسفر في اليوم التالي. سوف يسافر الفريق إن شاء الله صباح والساعات الأولى من صباح يوم السبت إلى أوغندا، لكن طائرة الأهلي عبر الخطوط الأثيوبية ستصل إلى مطار عنتيبي إحدى المطارات الدولية في أوغندا، ثم تتجه بحافلة أخرى من مطار عنتيبي إلى العاصمة الأوغندية لاستعداد لمواجهة كامبالا، ويبدأ الأهلي الاستعداد للمباراة الأفريقية مساء يوم السبت بعد الوصول في المباراة المقرر إقامتها بإذن الله عصر يوم الثلاثاء القادم. الجهاز الفني حدد القائمة واختار القائمة الأساسية، هناك ثلاث لاعبين سيلحقون بالبعثة مساء يوم الخميس هشام محمد وأكرم توفيق وأيمن أشرف، وهناك لاعبين بعد مباراة اعتزال حسام غالي بين الأهلي وأياكس لم يتوجهوا مع البعثة إلى أوغندا وسيعودون من دبي إلى القاهرة ما بين العدم الصدق القائمة الأفريقية سواء لأحمد ياسر ريان وعرض آخر من اللاعبين مصابين، وأيضا عدم وجود أيمن أشرف وعدم وجود لاعبين آخرين في القائمة الأفريقية. فبالتالي القائمة تتجه المقاعدة في القائمة الأفريقية حوالي 22 23 لاعب، القائمة النهائية ستتجه صباح يوم السبت إلى أوغندا استعدادا لمباراة كامبالا. دي الترتيبات والتجهيزات الخاصة لبعثة الأهلي ابتداء من مساء اليوم حتى العودة بعد مباراة كامبالا يوم الثلاثاء بإذن الله، ولا خلالها مباراتين، مباراة الأهلي وأياكس على ملعب هزاع بن زايد يوم الجمعة، ومباراة كامبالا سيتي والأهلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى دوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء القادم. محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى للفريق رحلة موفقة. قال أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي أن الفريق لديه أهداف كثيرة من مباراة أياكس أمستردام الهولندية، وأوضح أيوب أن مباراة أياكس ستكون بمثابة احتفالية لتكريم قائد الفريق حسام غالي الذي قدم الكثير للنادي، مشددا على أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق استفادة فنية من المباراة، وأضاف أن المباراة قد تشهد تجهيز عدد كبير من اللاعبين العائدين من الإصابات. وما زلنا مع أيوب حيث أكد أنه لا بديل عن الفوز في مباراة كامبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا من أجل تعويض نتيجة التعادل في ضربة البداية أمام الترجي التونسية. وأضاف أيوب أن الجهاز الفني يسعى لتقديم مباراة مميزة وتحقيق الفوز، ولكن يجب على الجميع تقدير قوة المنافس وحجم الغيابات والصعوبات التي تواجه الفريق فنيا في هذا التوقيت.
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب عدد من التسجيلات الخاصة بفريق كامبالا سيتي الأوغندي خلال رحلة الإمارات. وطلب حسام البدري المدير الفني للفريق تجهيز فيديو لآخر خمس مباريات لكامبالا سيتي لدراسته في رحلة الإمارات. ويستعد الأهلي لمواجهة كامبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 15 من مايو الجاري.